راحت مره ثانيه. نعود بعد اللقطه للتشكيل لان المنتخب الوطني الاحمر يبدا مهاجما والتسديد ولكن جوزالي كل النتائج مميزه وبيرسم يعني اهدافه بصوره رائعه للكاس. سلام بالراس يلعب لي تامر الصيام، تامر يجرب ولكن عاليه، بالتالي مش موجودين اليوم لان المنتخب التشيلي عنده بطوله وديه هناك في الصين. لعبه في اليمين الان عند اللاعب جايسون سيلفا، تخلص الكره من هم جايسون سيلفا اللاعب رقم 15. مقطوعه تعود الان تامر الصيام، انطلاقه للمنتخب الوطني يتقدم تامر يلعب الباص لكن سهل. لعبه الان تامر الصيام انطلاق عرضيه من عمر المنتخب الوطني خطيره لاعب تامر الصيام امام كرفخال يا ولد، عرضي امام يا بناهي مرت هيثم في بلاي. العرضية خطرة مرت اللعبة الأخيرة لكن تامر الصيام ما شاء الله جهد كبير للغاية وعرضية مثالية ولعبي بالراس من اللاعب لو سامح مرعبة وبالتالي يعني الآن دقائق خلاص مثيرة وانطلاقة لتامر الصيام. تامر 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 غونزالي اللعبة الأخيرة وهون أيضا إعادة لكرة تامر الصيام. مباراة مليانة زيدهم بملعب بلدية نابلس والأجواء جميلة واللعبة في الإطار للمنتخب الوطني. ربما العرضية العرضية أوه شوي وبدنا نقول إنه الهدف اللي تسجل هدف ذاتي. يا محظوظ يا لعيب يا لعيب في مباراة الجزائر سجل الأخيرة. مش راح نقول صاروخ لأنه بيناتنا وبين بالستينو مش صواريخ بالمرة ولكن هذا مرسال مرسال وتامر والثالث والثالثة مبارياته ولعبة للتاريخ. انتو صوت التعبان كامسة في هذا العام وهذه المرة الثانية فقط مع الكابتن عبد الناصر بركات. تامر الصيام والعرضية جول يسجل للمنتخب الوطني. فداي فدائي 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 أرض الجدود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود. انتظرها أو انتظرها الزملاء طويلة وانتظرتها كمان اللي هي الجماهير الفلسطينية لي يعني سنوات وسنوات. دي بورتيفو باليستينو عودة هلا عند لاعب أشرف طغمالي تامر الصيام نجم الشوط الأول دون منازع ينطلق تامر الصيام تامر الصيام تامر الصيام ولكن ستيفا كرفخال يخلص الكرة على بعد 14 كيلو متر. هؤلاء عشقوها كوطن فقط سمعوا فيه يعني أو فوق رقم الفريق في زاوية من القميص بعد وجود الخارطة ورغم أن القميص بالعموم ألوان وألوان العلم الفلسطيني وبالتالي كفاية لا مش مكتفين وبالتالي كاتبين على قميص. التبديل الثاني للمنتخب الوطني بعد دخول اللاعب أحمد ماهر بدلا من سامح مرعبة. يخرج حاليا تامر الصيام